ضيفنا لهذا الصباح مشاهدينا هو المخرج الكبير خالد يوسف سي خالد مرحبا بك معنا مرحبا بك شرفتينا في المغرب وشرفتينا في البرنامج شكرك الشرف لي مرحبا اليوم غادي نتكلموا على اخر الاعمال ديالك واللي هو الفيلم ديال كارما بعد سبع سنين ديال الغياب بغيتك اليوم سي خالد تكلمنا عليه وتقربنا منه وصعب لاي صانع فيلم ان هو يلخصه في جملتين وهو قعد سنه يعمله يعني لكن هحاول اقول لك ان هو فيلم انساني ذا طابع اجتماعي بيتكلم عن الانسان من حيث هو انسان طرح رؤيه انه نحن من صنعنا الفروق ما بين الانسان واخيه الانسان احنا اللي صنعنا فروق اللون والجنس والدين والفارق الاجتماعيه او الطبقيه الفيلم فيه دعوة إنسانية سامحة لكي نعامل الإنسان من حيث هو إنسان من غير النظر لكل الفوارق اللي عملها الإنسان مش اللي عملها ربنا يعني فده ده الوجهة النظر بتاع الفيلم من خلال حدوتة كده بسيطة ما بين واحد غني جدا مسلم واحد غني واحد فقير جدا مسيحي والعوالم بتاعتهم بتتبدل مكان بعضها وبيحصل مفارقات كوميدية من هذه التبديلة آه وبيكتشفوا كل واحد بيكتشف نفسه وبيكتشف الاخر من خلال هذه تبديلة نعم. العوالم يعني نعم استاذ خالد يوسف رجعت لنا بفيلم كيحمل مجموعه من الدلالات لا من حيث التسميه اللي هي كارما واللي هو مفهوم اخلاقي بودي ولا من خلال ايضا الشخصيات المسيحيه والمسلمه شنو بالضبط الرساله اللي بغى يوصلها لنا الفنان والاستاذ الكبير خالد يوسف من خلال هو قانون الكارما بالفعل هو جزء من الديانه البوذيه بس انا لما تقرا كويس عن قانون الكارما ما بعيد عن تعاليم الاسلام ولا تعاليم المسيحيه ولا حتى تعاليم اليهوديه لا. لأنه هو الكارما بتتكلم او قانون الكارما بيتكلم ان كما تدين تدان بمعنى ان كل فعل بتفع... بت... بتصنعه في الحياه حيث هو خير او شر بيترد لك في الحياه وليس في الاخره فقط فده اعتقد انه مفهوم موجود في الاديان برضو بتاعتنا ما صحيح الثواب والعقاب في الآخرة لكن قانون الكرمة بيأكد على فكرة أن السعادة والشقاء في الدنيا هم أيضاً ثواب وعقاب في الدنيا، يعني الأعمال اللي أنت بتعملها خير بتشعرك بسعادة غامرة تملأ روحك وذلك هو الثواب في الدنيا، غير طبعاً ثواب الآخرة اللي ربنا هيكرره لك. ولو عملت أعمال شريرة في الحياة لا يمكن هتشعر بي بسعادة بل طول الوقت بتشعر بشقاء فالشقاء والسعاده هم الصواب والعقاب في الدنيا بالاضافه الى الصواب والعقاب بتاع الاخره فده قانون انا بعتقد انه مفيد ان احنا نفهمه لان لما بنشوف نماذج انسانيه قدامنا ما بتتلقاش اي عقاب وهي بتعمل افعال شريره جدا بنقول هو فين فنقول في الاخره طب انا عايز اشوف حاجه في الدنيا فاللي في الدنيا ده انا بتصور هو السعاده والشقاء وده, وده مفهوم لازم نبقى واخدين بالنا منه احنا بنعيش الحياه دي صحيح هي مرحله عبور من اجل الاخره ولكن انت بتعيش يا سعيد يا شقي فالشر والخير في الدنيا هم مرادفهم او معادلهم الموضوعي هو السعاده والشقاء برضه في الدنيا. <applause> اكيد رساله زوينه بزاف اللي انك توصلها من خلال العمل ديالك وكيف ما ذكرت في الاول فكان سبع سنوات من الغياب واكيد في هذه السبع سنوات كلها كان واحد التغيرات وشهدات تغيرات في الشارع المصري واكيد هذا الشيء اثر فيك كفنان اولا ما كرهناش نعرفوا كيفاش قدرتي توظف هذه التغيرات كلها في العمل الجديد ديالك. بكل تأكيد انه التغيرات اللي حدثت أو زي ما بيقولوا مياه كثيرة قد عبرت تحت الجسر يعني في السبع سنوات تجربة إنسانية أنا بتصور أنها شديدة الثراء عاشها المجتمع العربي على فكرة كله مش مصر بس غيرت قناعات وأكدت على مواقف وطردت رؤى يعني غيرت تقريبا كل ما كان قبل ثورات الربيع العربي اعتقد انه لابد ان انت تقول ان هو اتغير وبعتقد انه التجربه الانسانيه السريه اللي عاشها المواطن العربي بشكل عام في السبع سنوات اذا لم تغير فينا شيء يبقى احنا كنا جماد تقريبا يعني فانا اكيد متفاعل مع هذه التغيرات متفاعل مع المستجدات اللي حدثت متفاعل مع الاجيال الجديده اللي اللي دلوقتي بقت هي جمهور السينما اللي كان عنده 10 سنين بقى عنده 18 سنه ف وده جمهور السينما الحقيقي فاكيد لازم تبقى فاهم هو بيحب ايه وبيكره ايه ولما بيحب بيحب ازاي وبيكره ازاي وبيتعصب ازاي وبيصور ازاي ده اجيال مختلفه تماما تفصلني عنها عدة سنوات لابد ان انت كنت تدرك هذه المتغيرات بعتقد ان انا حاولت قدر الامكان ان انا ادرك هذه المتغيرات بل اواكبها ويتوقف بقى رد فعل الجمهور لما يشوف الفيلم هل انا ادركت تلك المتغيرات ام انا واهم ان انا شايف ان انا ادركتها يعني <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم. آه نعم استاذ كنشوفوا ان الحضور ديالك وان حتى الرؤيه ديال ديال الفنان كتغير من 2011 حتى اليوم هذا كنظن ان حتى الرؤيه ديالك انت كفنان اليوم وكمخرج غادي تغير للسينما والفن خصوصا مع ظهور مشاهد جديد جمهور جديد فنانين جدد حتى هما بالطريقه ديالهم بالعمل ديالهم كيفاش كتشوف الساحه الفنيه اليوم كيفاش شغلتي عليها من خلال هذا الفيلم ديالك يعني طبعا زي ما انا لسه قايل يعني تكمله لكلامي انا بشوف انه كل ما كان قبل ثورات الربيع العربي لم يعد جائزا بعد سبع سنوات في كل حاجه، اولا زي ما حضرتك تفضلت في وجوه جديده اصبحت نجوم، في نجوم قفلت يعني ظاهره النجوميه بتاعتهم هديت شويه، في طبيعه الموضوعات اللي بتقدم ممكن ما تبقاش نفس طبيعه الموضوعات اللي انت كنت بتقدمها من سبع سنين أه بعتقد انه أه كل هذه المتغيرات انا بتصور انه كنت حاطط ايدي عليها فهمتها بانهي درجه العمل هيعبر عن ده يعني الفيلم أه والمتلقي لما يشوفه يقول والله ده راجل أه مع الحداثه وقادر يواكب العصر ولا راجل اديب وكيف ما كان عارفه كان العرض ديال الفيلم في مصر وكذلك في بعض الدول العربيه ومنها حتى المغرب نبغيو نعرفوا علاش كان اختيارك للمغرب بالضبط أنا المغرب خصوصيتها بالنسبة لي أن جمهورها كل المبدعين الكبار من أساتذتنا من أول السيدة أم كلثوم مرورا بأستاذي المباشر يوسف شاهين كان بيقلق جدا من جمهور المغرب لأنه كلهم كانوا بيقولوا أنه جمهور المغرب ذواق بيفهم في الطرب بيفهم في السينما بيفهم في المزيكا فجمهور لازم تستعد له وأنت جاي تبقى عارف بالضبط بتقدم إيه وإلا ما تجيش ف... ونجاح الفيلم مع جمهور المغرب يعني لدى أي مبدع عربي مش لدى خالد يوسف بس يعني الكثير يعني أن أنت عرفت تتوجه للجمهور الأصعب تتوجه للرقم الصعب في الجمهور العربي و... 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 ويستحسن عملك فبتبقى أنت ضامن أن أنت ما بعيد عن الجوده ولا بعيد عن الفن الاصيل فده جمهور المغرب بالنسبه لنا وبتمنى ان الفيلم فيلم يعني موجود دلوقتي في صالات العرض بتمنى ان الجمهور المغربي يعني يستحسن هذا العمل كل قلبي بتمنى ده يعني اكيد السي خالد وجودك معنا في المغرب وكذلك في البرنامج كيعني كي لنا الكثير مرحبا بك ربنا يخليك ان نعم. شاء الله غادي ينجح الفيلم حيت كنعرفوا ان الجمهور المغربي كيثق في الاعمال ديالك ودائما كيتبهر وكيعجبوا الافلام ديالك والانتاجات ديالك تبارك الله عليك غادي نمشيو مع كل فيلم جديد ديال الفنان ديالنا كيتخلقوا واحد الضجه واحد الجدل كبيرين واش نقدروا نقولوا هذا الشيء الرؤيه ديالك الفنيه او الجراه ديالك كيفاش كتصور وهذه المواضيع وهذه الافلام ديالك هي اللي كتخلي هذا كامل سورتو ان كنعرفوا ان الفيلم تسحبت ليه الرخصه ورجعت ليه مع عيد الفطر الماضي هضرنا شويه على والله انا زي زيكم بالظبط يعني انا اخذت ترخيص الفيلم من الرقابه على المصنفات الفنيه اللي هي الجهه الوحيده اللي لها حق المنع والمنح طبقا <applause> للقانون وفوجئت قبل 48 ساعه من عرض الفيلم في الصالات ان الفيلم بيصدر تعليمات بمنعه <applause> فكان بسيط بالنسبه لي القرار وكان يعني بسيط بمعنى انه سهل التغلب عليه لان انا بعرف القانون انا راجل نائب وعارف قانون كويس وعارف انه هذا هذا المنع مخالف للقانون واستطيع ان انا اتوجه لمحكمه القضاء الاداري والغي هذا القرار تماما لكني ارتقيت ان انا يعني اتواصل مع الجهات السياديه الكبرى في 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 البلد اللي هي ترقص من اصدر هذا القرار وعرضت عليهم الموضوع وهم تفهموا الموضوع وصدر امر باعاده عرض الفيلم واعاده الترخيص لي مره اخرى بعد ما كانوا سحبوا الترخيص اعادوا لي الترخيص مره اخرى لا. وعرضت الفيلم في ميعاده يعني فانا مجبول على المشاكل على ما يبدو <applause> قد جبلت على ال... <applause> انه يحصل مشاكل دايما مع الافلام لا. أه بس انا ما بعتبرهش حظ تعس يعني أه بعتبر انه أه اي كلمة تمر مرور الكرام لا تلقى قبولا أه أو, او استحسانا او استهجانا يبقى ما كانش المفروض تتقال لا. هي ضيعت وقت الناس فانا بشوف انه أه المقولة اللي بتقول ويلي من نار الكلمة ان, إن لم تجد من يصفعها حتى او يسمعها او من يسمعها حتى او يصفعها مقوله حقيقيه انا مهمتي كفنان وكمبدع ان القي بحجر في بحيره راكده مهمتنا كمبدعين ان ان, أن نطرح الاسئله الكاشفه وحدها الاسئله ترى الاجوبه عمياء الاسئله اللي تعمل حراك وتعمل حاله جدل والجدل بمعناه العلمي الديالكتيك التاثر والتاثير دي مهمتنا لما نطرح القضايا ويبقى في ناس ضد التوجه ده وناس مع التوجه ده يبقى احنا عملنا حراك ما يبقى عملنا حيويه يبقى حركنا العقول وده اعتقد يعني اسالني المعايير دي النجاح ديال كل فيلم والله دي أنا أنا ما بصوش خلق الضجه ما عرفوا إن الفيلم ناجح ما بوصلهاش من <applause> من قيمه النجاح والايرادات قد ما ببصلها ان انا واجب عليا ان انا اعمل <applause> الحراك ده في 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 عقول او في العقل العربي بشكل <applause> عام بطرح اشكاليات وتعالوا نتناقش <applause> فيها يعني <applause> ودائما انت انك دائما كتحرك هذيك البحيره ودائما كاين الجدل من خلال الاعمال ديالك نبغيو ناخذوا رايك في الانتقادات وانت الاعمال ديالك يعني وسختوا هذا العمل الاخير تعرض للانتقادات بعد العرض دياله في مصر. بغيتك تكلم لينا كيفاش كتشوف انت هذه الانتقادات وكيفاش كتعامل معاهم؟ انا ب... انا زي ما قلت لك انا باؤمن انه كل, ك... كل كلمه انت بتقولها وكل رؤيه انت تطرحها في من يعارضها وفي من يقبلها نعم. واذا كنت ما بتطرحش حاجه خالص اكيد لا انت هتلاقي حد بيستحسن ولا حد بيستهجن يعني ما كتاثرش عليك هذه الانتقادات على الاطلاق ده انا ببسط انا لما يقولوا لي المخرج المثير للجدل بيعتبروا ان دي اهانه وانا بعتبرها شرف ان ان اثير جدلا والجدل زي ما قلت لك بمعناه العلمي انه يبقى في حراك ويبقى في تاثر وتاثير ده ده مهم ان حد ما يعجبوش رؤيه الفيلم ويتصادم معاها ويشتم حتى الفيلم انا ما, عنديش مشكله قلت ويلي ان لم تجد من يصفعها يعني فانا ما عنديش مشكله خالص انا راجل ديمقراطي كمان في الحياه بؤمن ان ما فيش حد عنده يمتلك نصيحة الحكمة وعنده كل الآراء الصائبة أنا بطرح رأيي <applause> الذي يصيب ويخطئ كما يقول الإمام الشافعي يعني رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب وتعالوا نتكلم في الاخر يظبط ان انا رؤيتي دي مش صحيحه ماشي ما عنديش مشكله. نرضيو جميع الاذواق والاختلاف ما كيفسدش الود قضيه يعني حتى إلى الناس ما عجبهمش الفيلم ديالك فكيبقى هذا الراي ديالهم. أكيد نعم. أستاذ نعم استاذ كنعرفوا انه في هذه السبع سنوات واخا كان الغياب كنظن انكم بطبيعه الحال كنتم متابعين الساحه الفنيه المصريه وشنو كيوقع في السينما المصريه شنو هو التقييم ديالكم للسينما والتطور ديالها في مصر اليوم؟ التقييم طبعا احنا عشنا مرحله شديده الارتباك. تقلبات حصلت في السنين البسيطه دي تحصل في عشرات السنوات مش في لا. سنتين ثلاثه آه، المرحله الارتباك دايما بتتاثر بيها الفنون خاصه السينما لانها بتتصور في الشارع وبتتعرض في الشارع من خلال قاعات العرض فلما يبقى في انفلات امني ولما يبقى في حظر تجول ولما يبقى في صورات اكيد الجو ده بيتاثر فحصل فتره الارتباك كان نتاجها منتج ما هوش هائل يعني ما هوش عظيم لكنه في استثناءات هائله واستثناءات فريدة حصلت في كل سنة كده كان بيطلع لنا فيلم أو اتنين عظام وبيروحوا مهرجانات عالمية وبياخدوا جوائز لكن السواد الأعظم من الإنتاج ما كانش يليق قوي بالسينما المصرية في ال أو بالسينما العربية بشكل عام وده كان السينمائيين بعتقد أنهم معذورين في ناس قعدوا ما أنتجوش في الفترة دي من كبار السينمائيين وفي الموضوعات اللي كانت بتقدم كانت موضوعات في النهايه فيها ريسك ضخم ان الفيلم ما يرجعش فلوسه فكانوا بيجنحوا اللايت كوميدي او الكوميديا الفارس او حاجه تبقى مضمونه انها فبالتاكيد مش راضي عن الانتاج السينمائي في فتره السبع سنوات الا من استثناءات قليله بس <applause> اعتقد الفتره المقبله ان شاء الله المساله هتختلف تماما لان هناك جيل طالع الجيل اللي هو في العشرينات ده انا بتصور ان هو اعظم جيل مبدع هيجي في تاريخ العرب ان شاء الله و... انا بتصور كده يعني بتصور إن, إن, ان احنا عندنا حاجات كتير باذن لا. الله الجاية. وان شاء الله وهذا الشيء اللي كانت وهو كان وكنعرف باللي حتى انت في الجعبة ديالك بزاف ديال يعني كثير من المشاريع واكيد ما تغيبش علينا سبع سنوات اخرى شنو من بعد كارما <applause> عندي كذا مشروع وعندي مشروع كبير اسمه الاندلس عن فتره عبد الله بن الاحمر سقوط الاندلس وده احتمال كبير ها يعني هيبقى تصويره هنا في المغرب باذن الله ان شاء الله باذن إن شاء الله بالتوفيق ليك وشكرا بزاف على الحضور ديالك شرفتينا كيف ما قلت في المغرب وكذلك في برنامج صباحكم مبروك اشكرك اشكرك وكل سنه وانتم مرحبا. طيبين مرحبا شكرا, شكراً. شكراً. وإحنا مشاهدينا حتى احنا ما بكم من هنا الغدا كنقول لكم صباحكم مبروك ولكن ما تنساوش خليكم دائما اوفياء لبرنامجنا